ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن السحب الخاص بوثيقه حمايه واستثمار، وبالفعل تم عمل السحب يوم 25 ابريل الماضي، ودلوقتي احنا منتظرين نتيجه السحب، واللي طبعا هنعلن عنها هنا على القناه الاسبوع الجاي. وانا طبعا حريص جدا ان انا اكون من اوائل الناس اللي بتبشر بالاخبار الحلوه اللي زي دي، ونعرف العملاء مين اللي كسب ومين اللي ما كسبش. فلو انت من الناس اللي عاوزه تعرف نتيجه السحب، يبقى لازم تبقى متاكد ان انت مشترك في القناه، وكمان فعل زر التنبيهات علشان يجيلك اشعار على الموبايل ان حلقه نتيجه السحب نزلت وتدخل تسمعها. فخلونا بقى من غير رغي كتير ندخل على حلقه النهارده. انا وجدي داوود ودي زيتونه التامين، خليكم معايا. في نقطتين اتنين عشانهم عملت حلقة النهاردة. اول نقطة فيهم، وهي بالمناسبة السعيدة اللي احنا فيها، حبيت ان اطلع وهنيكم بعيد الفطر المبارك. فكل عام وحضراتكم بألف خير، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم صيام شهر رمضان، وان يجعلنا عنده من المقبولين. فالعلامة الوحيدة للقبول، وهي دي نصيحتي ليكم ولنفسي اولا، وهي المداومة والاستمرارية. ودي العلامة الوحيدة اللي هتعرفنا إذا كانت أعمالنا كلها قبلت في رمضان أم لم تقبل. لأن في ناس بيكون عندها بالنسبة لها آخر يوم في رمضان ده آخر يوم في العبادة، آخر يوم في الصلاة، آخر يوم في الصيام، فاللي بيكمل هو ده اللي فايز. فربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين دايما. وبالمناسبة السعيدة دي برضو ما نقدرش إن احنا ننسى إخواتنا المسيحيين برضو، وإن احنا نهنئهم بعيد القيامة المجيد. فطبعا ما كانش فيه وقت حلقة ان احنا نهنئهم فيه، فكل سنة وحضراتكم طيبين. ندخل بقى على تاني نقطة، وهي دي اهم حاجة في حلقة النهاردة. زي ما بيقولوا كده، فرحة العيد عيدية. خبر النهاردة هيفرح ناس كتير جدا، الناس اللي دعمهم لينا هنا على القناة ما بينقطعش، الناس اللي دايما بتكلمنا وبتبقى همها على القناة اكتر من انا شخصيا. مش عاوز اذكر اسامي علشان ما اقولش حد وانسى حد وهكون ساعتها زعلان جدا، لكن من كلامي عليهم اكيد هم عارفين نفسهم كويس جدا. بشكر كل الناس اللي ادتني الثقة، والناس اللي وثقت فيا هنا على القناة ودخلوا كلموني. ودلوقتي في ناس كانوا داخلين لي عملاء، ودلوقتي بقوا يعتبر افضل من الاخوات كمان. وفي زمايل ليا في المهنة بيشجعوني دايما وبيدعموني وبيرجعوا ليا دايما في كل قرارات وفي كل الاسئله والاستفسارات اللي بتتعرض عليهم، وبياخدوا رايي الاول فيها. بشكر كل الناس دي. والخبر هو ان وصلني النهارده رساله اول 1000 مشترك ليا هنا على القناه. 1000 اخ واخت دايما بيدعموني، 1000 اخ واخت دايما بيشجعوني، وشايفين ان انا مصدر ثقه، وان هم شايفين ان المحتوى اللي انا بقدمه محتوى مهم وبتعب عليه جدا. وبشكر كمان كل قلب نظيف شايف انه بيشجعني ونفسه ان قناتي دي توصل لمليون مشترك. بشكركم جدا. كل حاجة يا جماعة بتتقسم على اتنين بتقل الا السعادة والحب، دايما كل ما بيتقسم بيزيد اكتر. واكيد يا جماعة ربنا بيدينا على قد ما بنتمنى لغيرنا، ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. وانا هنا لما عملت القناة كان لي هدفين اتنين ملهمش تالت. اول هدف فيهم ان انا اساعد الناس، وبالفعل الحمد لله بنساعد الناس على قد ما بنقدر، واكيد كل اللي بيحتاج حاجة بيكلمني، واكيد عارفين الكلام ده كله كويس، فمش محتاج ان انا اتكلم فيه كتير. تاني هدف ان برضو اهتم بشغلي، واني افضل مداوم على شغلي، وانه يديني حافز ودافع ان انا افضل اتعلم دايما باستمرار، لان طبعا بيتعرض عليا مشاكل ممكن لما اتعامل معاها على الجانب في الشغل، في الشغل جوه شغلي اكيد ممكن ما اوصلش لكل المشاكل دي، لكن هنا على القناه بيقابلني يختبر اغلب المشاكل تقابل اي حد في مجال عمله، وده طبعا بيديني قوه في مجالي وبيخليني اقدر اساعد اي حد بعد كده، لاني بالتالي عرفت كل المجال. وبخصوص بقى النقطة الاخيرة دي، في نقطة كده كمان واقفة في زوري حابب ان انا اوضحها طالما انتوا عاوزين تسمعوا كلام من ده. اكيد مش هدفي من انشاء للقناة دي لا اشتراكات ولا لايكات ولا مشاهدات، وان كنت انا بقول لكم كده، وان انا بقول للناس برضو بعرفهم في الفيديو يشتركوا ويعملوا لايك، فده علشان الفيديو ينتشر اكتر، فدي طبعا سياسة يوتيوب، فمن غيرها طبعا انا هقف محلك سر وتعبي هيبقى على الفاضي. فعلشان الفيديو بتاعي ينتشر اكتر واوصل لشريحة جديدة من الناس والناس تعرفني، ف
فانا بفهمكم الكلام ده بوضوح علشان في ناس بيكون فاهمه ان اي حد على اليوتيوب عاوز فلوس. فلو احنا بنبص للفلوس فانا مجالي الحمد لله ممكن يغنيني عن اني اعمل قناه، لكن هدفي الاول والاخير اني اوصل لك معلومه، وان كنت حضرتك بتدعمني بلايك او اشتراك او شير لحد، او انك تاخد الفيديو عندك على صفحتك على الفيس، وان كان ده على راسي طبعا، فده بيكون حاجة ببلاش مقابل تعب كبير جدا ممكن يطلع مني، وربنا وحده طبعا اللي مطلع على نوايانا كلنا. فلو انا كنت مستعجل على تحقيق الشروط من اليوتيوب زي ما في ناس بتعمل، كنت ممكن استعجل الكلام ده كله بفلوس وخلاص وكنت اخلصه. ففي ناس بتفعل القنوات دي، لكن انا يكفيني ان لما يبقى في مشترك عندي 1000 مشترك، ال1000 مشترك دولا ناس مهتمة فعلا بمجالي، مش هروح اجيب ناس مش متفاعلين فوجودهم زي قلتهم. فطبعا انا يشرفني ان يكون عندي الناس كلها مهتمة بوجدي داود وداخلين علشان يفهموا تأمين او محتاجين حاجة مني، فانا مش هتأخر عليكم. فلو حضرتك او حضرتك شايفين ان انا ممكن افيدكم في يوم من الايام هنا على القناة باي شيء، سواء في تأمينك عامل وثيقة تأمين، او حابب ان انت لسه تعمل الوثيقة فعاوز تستفاد مني وتكلمني، ما عنديش اي مشكلة، او تكلم غيري، دي نقطة انا يعني ما عنديش جدل فيها، او ان حضرتك عندك سيارة فحابب تعمل عليها تأمين فانت بتكلمني، فكل الامور دي، او حتى من باب ان انت تتثقف في التأمين، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم كلنا يعني واخدين بالنا منها، وهي ثقافة التأمين. وعلشان احنا هنا في مصر ما عندناش وعي تأميني، ممكن 0%، ممكن تقدر تقول 0%، يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه تأمين، وناس متعلمة وناس على مستوى تمام، ممكن يسمعوا عن وثيقة التأمين بس ما يعرفوش هي دي ايه. في يعني معلش برضو سوري في الكلمة اللي هقولها، في دكتورة كلمتني ما تعرفش الفرق ما بين وثيقة التأمين وشركة التأمين، بتقول لي انا عملت وثيقة كذا، قالت لي بعد كلمة الوثيقة قالت لي شركة. فدي طبعا ما يعني دي حاجة صعبة جدا ما ينفعش الحال ده نوصل له. فده السبب يخلينا ان احنا يتنصب علينا ندخل في حاجة مش بتاعتنا، نعمل حاجة مش على قدنا او مش بتاعتنا خالص. فالافضل ان احنا نهتم بالتأمين ونفهم ويبقى عندنا وعي، حتى لو لدرجة مش عالية، يعني مثلا لو 20% من التأمين نكون فاهمين بس يعني ايه تأمين ويعني ايه وثيقة التأمين. فربنا يوفقنا كلنا علشان انتوا مصدر طاقة ليا. انتوا ما تعرفوش انا ممكن لما عملت القناة دي كان في ناس كتير بتضطهدني، وناس كتير مش بتدعمني، وناس كتير بتقف قدامي في الموضوع، ويمكن اقرب ناس ليا، لكن النهاردة انا مكمل معاكم ومش هسيبكم ابدا، لان حضراتكم ما تعرفوش قد ايه الفرحة اللي بتكون جوايا، سواء ان كان عميل حابب يستفسر عن وثيقة تأمين، او ان هو بالفعل عامل الوثيقة لسه جديدة مثلا، فلو استنى شوية، فلو ما خدش القرار ووقفت جنبه وساعدته، لو استنى شوية هيكون القرار ده بفلوس، لكن لو النهاردة خدناه هيبقى ببلاش. فربنا يوفقكم ويوفقنا كلنا، ومرة تانية بهنئكم بالعيد، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام دي دايما بكل خير وصحة وسعادة. وكمان بشكركم على دعمكم المتواصل ليا، ووصلنا لأول 1000 مشترك. أنا كده خلصت الحلقة، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وهي نتيجة السحب. استنونا إن شاء الله، وما تنسوش تشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الإشعار. مع السلامة.